اذا اريد يعني هذا البلد اذا اريد ان ينهض لازم هذه الامور. يعني انا حتى ضد ارضه مولد النبي، لا لسه هذه السعوديه اللي هي منبع الاسلام او مهبط الاسلام كله ما يعترفون بمولد النبي ولا عندهم عطه اسمها مولد مثلا. يعني عندك عيد الغدير ما له داعي، يعني هاي امور عبر عليها الاف السنين، 1400 سنه صارت من ذاك الوقت، انا ليش اجي احتفل بها الان؟ عندك ناس تريدها عطل مثل يعني رغبة الناس، مشاعر الناس هي تريدها هاي العطل. ما يخالف رغبة الناس استاذ عدي، رغبة الناس يعني انت كدولة انت ما يصير كل اللي ترغب الناس تسويه، يعني الناس تدور عطل هاي 100%. انت اكو عطل ما ذكرتها، يعني احنا مثلا هو مكتوب 1 شوال الى 3 شوال عطلة عيد الفطر، لكن احيانا اختلاف العقيدة بين السنة والشيعة ممكن ان يسوي العيد 5 ايام او 6 ايام، يعني الهلال طلع هنا ما طلع، اعترفوا بالناظور والتلسكوب وذولا ما اعترفوا يقول لك الا عين مجردة. هذه ايضا اختلاف. عندك العطل اللي يقرها الحكومات المحلية، يعني موضوع الزيارة الأربعينية مثلا هي ما موجودة، لكن كم محافظة عطل بالزيارة الأربعينية؟ هذا يقلل فرص الإنتاج. أساسا وزارة التخطيط في فترة ما يعني أقرت بأنه نسبة الإنتاجية للعامل أو الموظف العراقي ما تزيد عن 7 دقائق.